وعليكم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات جبتكم البيم، اول مره صراحه غادي ندخل ليها، كانت بلاصه ديالها كانت بابو ودابا بدلوها، وغادي ندخلوا مجموعين هكذا ونصومبل باش تشوفوا ونشوف معاكم، تشوفوا معايا المهم داكشي اللي فيها. البنات يلاه اني دخلت المكازا كما كتلاحظوا هنا، حاطين حشاكم لي ساك بوبال، راه خاصين عندهم بزاف. هذا فيه 50 ديال الساك وكيدي غير 3 اورو. عندهم هنايا لي باك، وعندهم البنات هاد الشامبون هادو كيدير 8 اورو. فيه 900 مليلتر تقريبا كيلو. عندهم هاد البواطان تاع لي سوسيت، وهنايا لي شيبس، كاينين هاد لي بواط تاع البلاستيك، هنايا عندهم هاد الكيسان كيف ما كنشوف الثمن ديالهم بحال ديال الدجاج، راه ديال البلاستيك وكبارين. المهم بالنسبه لهذا كيدير 1 اورو 50، المهم 49 اورو 49. وهاد لا كاغاف بالغطايه ديالها كدير، وكاينين عاوتاني هادو كاين بهذا الشكل هذا. كلشي نتاع ديال البلاستيك، وهادو هذا هو الكاغاف ديالهم، حتى هي فيها الغطايه، راه فيها شي كيسان هكذا من الداخل. وكاين هنا هادو كيتشابهوا، وهنايا عندهم هاد الطوابل نتاع الجردة كيف ما كتشوفوا هنا، بلا كدير 25 اورو، والكراسة كيديرو 5 اورو. هادو وعندهم هادو عاوتاني زوينين، نقصو ليهم كانوا كيديرو 150 دابا 100 اورو. فيها طبلة وربعة ديال الكراسة، المهم ديال هاد الكراسة هادو كيفما كتشوفو، وهاد الطبيلة بمية اورو. راه قاصحين البنات وزوينين كيفما كتشوفو، هما في الكراسة ديالهم.
الشيء اللي كيتعلق بلا ديكوراسيون. هانتوما كتشوفوا هادو، نحاول هكذا نبعد باش تشوفوهم مزيان. كاين عاوتاني هذا الموديل، ثلاثة هادو كيديروا 19 اورو. وكاين هذا كبير، هذا كيدير 39 اورو. هاد هما البنات، هذا فيه ثلاثة ديال هادو.
حتى هادو شوف ما كاتش غادي نحاول نقادها مزيان هانتوما كتشوفو الشكل ديالها من بعد كيفاش كيرجع كدير 4 أورو وهادو المنظمات نتاع التلاجة وهادي نتاع لاصالاد حتى هي كاينه هادي كدير 10 أورو وكاينه هادي كدير 5 أورو كاين هنايا حتى هاد لي بلاطو تبارك الله راه كبارين بزاف المهم الحوايج فيهم عندهم الحوايج زوينين ورخاص زعما صراحه ماشي زعما غاليين هاد لابواط نتاع الاتاي داك نتاع لي بطون نتاع الاتاي كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاحباب والعائله باش تزيدوا تشجعونا والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.